لو انا اعطيت لك وصيه فارغه وش نكتبها؟ ايه بعد عمر طويل لو توصي شيء وش راح يكون؟ لشكون؟ اللي حبيت. اكثر حاجه راح تركز فيها وش راح يكون؟ هل راح تركز على الجانب الفني، الجانب الوطني، الجانب العائلي، الجانب الديني؟ على وش راح تركز في هذه الوصيه؟ الوصيه هذه اقول انها نخلي وصيه لابني. لابنك؟ جميل. قل له عش كما شئت وجرب. عبد الحميد. عبد الحميد. عش كما شئت وجرب يا صغيري لمسة الشوك وأوتار الحريري، دون أن تنسى بأن العمر يوما شمسه تمضي لميناء أخير. كن سهولا أو جبالا أو حصا في النهر يسهر، كن جنوبا أو شمالا أو غدا في البال يخطر، كن من الأسماء معناها، وفكر يا صغيري أي معنى سوف يبقى، أي معنى سوف يعبر حين يأتي مطر الفصل الأخير. كلها تمضي سوى معنى الضمير، إنه دورك فالعب، إنه عرسك فاسهر، ليس عندي لك تاج، ليس عندي لك جوهر، كل أشيائي ستنساها وتنسى يا صغيري أنها أوراق عمري حين كان العمر أخضر، وسيبقى لك مني في الأخير أنني عشت بما يرضي ضميري. الله آدم فتح. الله حبيب. برافو عليك. جميل. هذا هو كل وصية. كلمة كل كلمة. الجميل لما يكون فنان عنده قضايا، والجميل لما يكون فنان مثقف لما يحكي إلا تقعد تسمع، إلا تقعد ربي يبارك لك يعني.